السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم بدنا نتعلم كيف نشغل ونفحص محرك سرعتين دلندر بعد اللف. بعد اللف على أساس إنه نتأكد إنه كل شغلنا صحيح عن طريق الواحد فاز. طبعا هذا محرك دلندر سرعتين، هون السرعة البطيئة وهون السرعة السريعة، وهذا سرعاته 1400 و750 دورة. طبعا هو ملفوف انصاص جانبين بالمجرى، موصل توصيلة الدلندر على اساس انه يشتغل سرعتين. طبعا انا لفيته وبدي اشغله على اساس اني اجرب السرعتين انهم بيعملوا بشكل جيد ولا لا. طبعا انا لو شغل على سرعة واحدة منهم تلقائيا بثبت انه السرعة الثانية شغالة تمام. ليش؟ لانهم السرعتين على ملف واحد، يعني مش كل سرعة إلها ملفات كاملة محرك وطالع على اسلاك، لا، السرعتين نفس الملف، فبالتالي نفس بكون صحيح إذا كان واحد فيهم شغال. طبعا بدي أشغل أول شيء أنا على السرعة البطيئة، زي يعني تشغيل أي محرك أو زي فحص أي محرك ثلاثة فاز عادي. لكن الفكرة إنه بدي أنا أحكي لكم إياها، إنه إحنا هنا عندنا ثلاث أسلاك من جهة اليمين مثلا اللي هي أسلاك السرعة البطيئة، وهون ثلاث أسلاك من الشمال اللي هي السرعة السريعة. في حال بدنا نشغل على السرعة البطيئة، في حالة بدنا نشغل على السرعة البطيئة، بنوصل الكهرباء لثلاث أطراف السرعة البطيئة طبعا، وثلاث أطراف السرعة السريعة بتبقى كما هي مفتوحة، مش موصلة مع شيء، مفتوحة زي ما هي، فقط بنوصل على ثلاث أطراف السرعة البطيئة، وهيك بدور 750 دورة السرعة البطيئة. طيب المرحلة الثانية بدنا نشغل على السرعة السريعة. في حال تشغيل السرعة السريعة بدنا نعمل ستار بين أطراف البطيء، بين أطراف السرعة البطيئة بنعمل ستار، بنوصلهم الثلاثة مع بعض، وبنوصل ثلاثة فاز لأطراف السرعة السريعة، وهيك بدور بالسرعة العالية اللي هي 1400 دورة في هذا المحرك. طبعا لازم نوصل ستار، إذا ما وصلنا ستار بسحب أمبير وما بيشتغل مظبوط وممكن يحترق كمان، فلازم نوصل ستار السرعة البطيئة، نوصلها ستار وبعدين نوصل كهرباء لأطراف السرعة السريعة، هذا في حال تشغيل على السرعة السريعة. طبعا هذا الكلام بيعمله مفتاح السرعات، لما انت توصل على السرعة البطيئة بيفتح او بيخلي اسلاك السرعة السريعة مفتوحة وبوصل الكهرباء لأسلاك البطيئة فقط، فبدور بطيء. وفي حال انت حولت على السرعة السريعة بيعمل ستار بين اطراف البطيء وبوصل الكهرباء لأطراف السريع. طبعا احنا بنعمل هذا الاشي هسه الان يدويا على اساس انه احنا نجرب، وبدنا نجربه على واحد فاز كمان. بدنا نشغل على السرعة البطيئة والكهرباء واصلة كانت. طبعا بنحط على اي طرفين وبنوصل مكثف مع طرف من اطراف الكهرباء والطرف الثالث اللي ما في معاه اشي، طبعا هي لحظة، وبعدين بنشيل وبنوصل الكهرباء. والان زي ما انتم شايفين المحرك دار بطيء اللي هي سرعة 750 دورة، ما أعرف شو ده، واضح ومبين من صوته انه شغال يعني. طبعا بدنا نتأكد، بدك تقيس الامبير على الثلاث فازات، بصير لو نقلنا هون وبترجعها مكانها وبتنقل الثالث هون وبتتأكد انه الفازات متساوية. هاي السرعة البطيئة.
الآن لو بدنا نشغل على السرعة السريعة لازم نعمل ستار بين الثلاث نقاط اللي هي تبعت البطيء. طيب خلوني أنا أعمل نقطة ستار وأرجع، ما بدي أطول بالفيديو. طيب الآن أنا وصلت البطيء زي ما انتم شايفين مع بعض هيك بسلك، وصلت ستار وبدي أجرب أشغل على السريع. طبعا بنفس الطريقة بنحط كهرباء على خطين وعن طريق المكثف، ونوصل الكهرباء. والآن دار سريع، والآن دار سريع. الفكرة إنه لازم نعمل ستار على البطيء. لما إذا ما عملنا ستار على البطيء بسحب أمبير عالي وما بدور بشكل سليم. طبعا بدنا نفحص، بنبدل على فاز ثاني وبنرجع على الأول وبنرجع على الثالث وبنقيس الأمبير الموجود. هاي هي. طبعا في خلوني أطفيه عشان يكون الصوت واضح. طبعا في شباب سألوني إذا بنقدر نشغل إحنا محرك دلندر على سرعتين على واحد فاز بشكل دائم. طبعا بتقدر في حالة إنه تستعمله لسرعة واحدة، يعني تختار سرعة من السرعتين وتستعمل فقط سرعة واحدة، لكن إنه راح يشتغل ضعيف، راح يشتغل ضعيف. أما إنك تحاول على سرعتين ما بتقدر، ما بصير إنك تشغله على سرعتين على فاز واحد، لأنه بدي يتوصل معاه مكثف بشكل دائم، فما بيزبط إنك تشغله على واحد فاز كسرعتين بشكل دائم. أما على سرعة واحدة ممكن، لكن راح يشتغل معك ضعيف لأنه بده جهد 380 وانت بتعطيه 220، فراح يشتغل تقريبا بنصف القدرة، فما بصلح. وانا ما بنصح هاي التحويل. هو على الطاولة بيشتغل ماشي، يعني زي ما انا هيني شغلته الان على واحد فاز للفحص بيشتغل، لكن اذا بقى انا بعطيه حمل بيوقف، ما بنفع يعني للفحص. وكذلك الامر لما تشغله انت بشكل دائم على واحد فاز وتوصل معه مكثف، بكون الملفات بدهم 380 جهد 380 وانت بتغذيهم قاعد بجهد 220 فولت، فرح يشتغل ضعيف، فما بصلح هذا الكلام وانا ما بنصح فيه نهائيا. وهاي هي هيك تقدر تتأكد ان المحرك سليم، والمحرك بعد اللف انه توصيلك على المخطط توصيل صحيح ما في اي خطأ بهاي الطريقة. وبتقدر تشغله على واحد فاز، بتقدر تشغله على ثلاثة فاز، ما عندك اي مشكلة. وهذا هو درس اليوم، وان شاء الله انكم تستفيدوا منه. وبالاخير زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة، والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.